قصص عربية. التميمة. في يوم من الأيام تزوج أمير من أميرة بعد قصة حب كبيرة، وعاش في سعادة. إنهما الأميرة روبرت والأميرة إيميليا. أراد الأميران الحفاظ على سعادتهما وامتلاك تميمة تحميهما من مواجهة أي تعاسة في زواجهما. وفي يوم أخبرهما مستشار الملك عن رجل يعيش في الغابة وتعرف عنه الحكمة وتقديم النصح الجيد لأي موقف أو مشكلة. علينا أن نسافر ونقابله. وفي اليوم التالي سافر روبرت وإيميليا إلى الرجل الحكيم، وعندما وصل إلى الشجرة التي يسكن بها أخبراه بما يتمنيان، فقال لهما: سافر إلى كل بلاد العالم، وكلما قبلتما زوجين سعيدين اطلبا قطعة صغيرة من ملابسهما الكتانية، وبعدها احملاها واحضراها لي لأمزجها بالذهب كي أصنع منها خاتمين، وسيكونان تميمتكما. هذا هو الحل الوحيد. شكر روبرت وإيميليا الحكيم وبدأ رحلتهما. سافرا عبر الغابات والأنهار حتى وصل إلى المدينة. سأل عابر سبيل عن أسعد زوجين. فارسنا وزوجته هما أسعد زوجين، سنقابله على الفور. وصل إلى قصر الفارس ورحب بهما، ثم سألاه هو وزوجته إذا كان زواجهما سعيداً حقاً كما يقال. أجل، بالطبع نحن سعيدان معاً. شعر الأميران بالسعادة، لكن عدا شيء. ما هو؟ نحن لم ننجب ونتمنى طفلاً لنا، وهذا سيجعل زواجنا سعيداً. اختفت سعادة إيميليا وروبرت لأن هذا لن يفيد الحكيم في صنع التميمة. وبحزن شكر الفارس وزوجته، وأكمل رحلة البحث عن زوجين تكتمل سعادتهما. وأثناء سفرهما مر بقرية سمع أن فيها مواطن أمين يعيش في سعادة مع زوجته، فذهب إليه وسألاه إذا كان سعيداً حقاً في زواجه. هذا صحيح، فأنا وزوجتي منسجمان، ولكن لولا مرض ابننا الشديد لا كنا أسعد، وقد استشرنا كل الأطباء لكن دون فائدة. نظر روبرت وإيميليا إلى بعضهما في إحباط. يؤسفنا مرض ابنكما ونتمنى له الشفاء، سنكمل بحثنا. شكر الرجل الأمين وزوجته وأكملا رحلتهما. استمر يبحثان في البلاد كلها عن الأزواج السعداء، ولكن لم يوفقا. لا داعي للقلق، سنجد التميمة قريبا. أتمنى يا عزيزي، وإلا ستكون رحلتنا الطويلة والصعبة بلا فائدة. أومأ روبرت وابتسم ليطمئن زوجته، ولكنه كان قلقاً مثلها. وفي يوم أثناء مرورهما بالحقول والمروج رأيا راعياً جالساً على الطريق يعزف على مزماره، ثم صارت نحوه سيدة تحمل طفلاً بين يديها وممسكة بصبي. رآها الراعي وحياها وأخذ الطفل منها وقبله ودلله. جرى كلب الراعي نحو الصبي وقفز بسعادة. أعدت السيدة طعاماً كان معها وجلس الرجل ليأكل. شاهد روبرت وإيميليا هذا فاقترب ليتحدثا معهما. لابد أنكما زوجان سعيدان حقاً. أجل، هذا صحيح. إلى أي مدى؟ أسعد من أي أمير أو أميرة، فنحن سعيدان وراضيان أيضاً. نظر روبرت إلى إيميليا وابتسم، فقد ظن أنهما وجدا طريقاً للتميمة. سعدنا بمقابلتكم يا سيدي. نحن كذلك، هل تأكلان معنا؟
هذا بسيط ولكنه طعامنا. أومأت إيميليا إلى روبرت. أنتما سعيدان وطيبان أيضاً. أجل، سنأكل معكما. جلس روبرت وإيميليا ليأكلا. تحدثوا قليلاً، وبعد انتهاء الطعام قرر روبرت أن يطلب من الراعي قطعة كتان. طعام لذيذ، وأنا وإيميليا ممتنان، لكن لدينا طلب آخر، وأؤكد لكما أن مساعدتكما مهمة لنا. طبعاً، ما هو؟ نريد قطعة من الكتان من ملابسكما، وسوف نكافئكما. قطعة كتان؟ أجل، فنحن سافرنا أياماً بحثاً عن زوجين سعيدين، ووجدناكما أخيراً. وقطعة الكتان تلك سنعطيها للحكيم في الغابة، وسيصنع منها تميمتين لنبقى أنا وروبرت سعيدين للأبد مثلكما. نظر الراعي إلى زوجته وتعجب، مما أثار فضول الأميرين. ما الأمر؟ سيسعدنا حقاً لو أعطيناكما قميصاً كاملاً وليست قطعة، لكن ليس لدينا، فنحن فقراء حقاً ولكن نقدر ما لدينا. انكسر قلب روبرت وإيميليا، ورغم ذلك منح الراعي بعض الذهب قبل رحيلهما. أنت صالح، اعتني بنفسك وأسرتك. شكر الراعي وزوجته الأميرين، ثم امتطيا حصانيهما، وقال روبرت إلى إيميليا: عزيزتي، أخشى أن بحثنا عن التميمة قد يهدر سنوات شبابنا. أجل يا عزيزي، هيا نعود إلى المملكة، لم أعد أريد التميمة. وهكذا قرر روبرت وإيميليا العودة، وأثناء مرورهما بغابة الحكيم قررا أن يمر به ويحكيا له عن رحلتهما، ويلومانه على تلك النصيحة الغريبة. لقد عدتما روبرت وإيميليا، لابد أنكما قد أحضرتما الكتان. ليس صحيحاً، كانت فكرة البحث عنه سيئة من البداية. ياه، حقاً؟ أجل، لما فعلت هذا؟ لقد سافرنا بلاداً كثيرة وقابلنا أشخاصاً، ولم نجد أحداً ليعطينا قطعة الكتان تلك. زوجي محق، كان هذا مضيعة للوقت. استمع لهما الحكيم وابتسم: أكانت رحلتكما بلا فائدة؟ ألم تكتسب معرفة حتى؟ دهش روبرت وإيميليا ونظر إلى بعضهما وتساءلا عما يعني. ماذا تعني؟ فلتفكره، ألم تتعلم شيئاً من تلك الرحلة؟ أجل، حسناً، تعلمت أن السعادة هي عملة نادرة على الأرض. وأنا تعلمت أن الرضا لا يحتاج سوى أن نكون راضين فقط. أدرك روبرت وإيميليا أن هذا كان ما يحاول الحكيم فعله. كان درساً. أمسك روبرت يد إيميليا ونظر إلى بعضهما نظرة حب عميق، وباركهما الحكيم. التميمة الحقيقية توجد في قلبيكما، أحرص عليها ولن تتمكن مشاعر الكراهية من السيطرة عليكما على مر العصور. شكر روبرت وإيميليا الحكيم وعادا إلى المملكة، وكلما مر يوم ازداد حبهما لبعضهما. حافظا معا على التميمة التي وجداها في قلبيهما، وعاش سعيدان. لحظة، هذه ليست النهاية. رزق الفارس وزوجته بطفلة، وشفي ابن الرجل الأمين وتعافى تماماً. أما عن الراعي فلم يكن سوى الحكيم متنكراً ليلقن روبرت وإيميليا درساً.